السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أو صباح الخير على حسب توقيت اللي بيشوف معايا الفيديو دلوقتي. أنا حاليا فين يا جماعة؟ أنا حاليا في القاهرة، في روكسي، في مصر الجديدة، في 2 شارع دمشق، أمام محلات ام اند ام. تمام، أنا بصور في محل دعدوش. محل دعدوش أنا كل سنة بصور فيه في السيل بتاعه، سواء في سيزون الشتوي أو الصيفي. أنا حاليا بصور طبعا في سيل الشتوي. محل دعدوش عنده حريمي وأطفالي، بناتي تمام مش أولادي، عنده حريمي لانجري وهوم وير، وزي ما انتوا شايفين وعنده كمان أطفالي بناتي من أول عمر سنة لحد 16 و17 سنة. تمام، دلوقتي أنا هبتدي تصوير الفيديو الأطفالي عشان أعرض لكم فيه المقاسات المتوفرة والأسعار بالتفصيل. أما الحريمي الفيديو اللي وراه على طول، اللي عايز يشوفه يبقى يشوف اللينك اللي موجود في الديسكريبشن، صندوق الوصف، وأول كومنت مثبت عشان يشوف أسعار الحريمي والمقاسات المتوفرة والسيل اللي معمول على الحاجة المتوفرة دلوقتي. تمام، اما بالنسبه للناس اللي هتسالني على العنوان متصور زي كل مره، اللي عايز يشوفه يا جماعه هتلاقوه في الديسكريبشن، في صندوق الوصف، في الكومنت المثبت، في الفيديوهات القديمه. ويلا بينا نبدا وتابعونا. اطفالي سعرها عاملين عليه سيل 60 جنيه، اي بيجامه من عمر سنتين، انا هم بيقولوا 4 سنين بس انا شايفاها تلبس سنتين، يعني من سنتين لحد 16 سنه. في ترنجات تمشي لحد 16 سنه، وفي ترنجات متوفره زي دي عمرها، بس احنا بصوا يا جماعه شكلها عامل كده، دي تمشي لحد 14 سنه. في حاجات 14 سنه ب 60 جنيه وهوريكم الماتيريال دلوقتي عامله ازاي، وفي حاجات لحد يعني 16 سنه، 14 و16. تمام، وفي حاجات زي كده بصوا برضو مقاسات الصغيرة. بص هوريكم شكل الماتريال عاملة ازاي الأول، هوريكم شكل الترنج ده تحفة جدا بستين جنيه بس، وهو يا جماعة سعر بستين جنيه بس، سعر البيجامة اللي زي كده بستين جنيه. الماتريال مبطنة اهي من جوه، وده شكل البنطلون بتاعها سادة تمام بالاستك بتاعه، ده سعره 60 جنيه بس. أما بالنسبة للبيجامة التانية، بس احنا هنستأذنك نرجع ايوه كده، بصوا يا جماعة دي شكلها، وده البنطلون بتاعها، ده البنطلون بتاعها سادة والماتيريال بتاعه متبطنة من جوه اهو، متبطنة من جوه، ده شكل البيجامة. طب نشوف حاجة تانية، بصوا يا جماعة البيجامات دي من سن سنة لحد 4 سنين، ده شكل البنطلون بتاعها، ده شكل البنطلون بتاع البيجامة، برضو سعرها 60 جنيه شتوي، هي شتوي الماتيريال بتاعتها ايه متبطنة، وهي برضو متبطنة، دي من سن سنة ل4 سنين يا جماعة. واللون بتاعها التاني اهو، دي شكل البيجامة على البنوتة اهي، من سن سنة ل4 سنين ب60 جنيه بس، السعر اهو يا جماعة مكتوب ب60 جنيه فقط، تحفة جدا. نشوف حاجة تانية، بصوا بقى الترنجات دي طبعا هي انا كل اللي بصوره اطفالي بناتي، المقاسات المتوفرة فيها من 8 سنين ل14 سنة. تمام، اللون المتوفر فيها الموف واللبني، هما 3 قطع، السويت شيرت ده وهو اصلا كابيشون كمان، ده وريه لهم، هو كمان فيه كابيشون من ورا عامل كده ومقلم عامل كده تمام، وكمان وريني كده في جيوب بسيطه من هنا، وفي هنا جيب بسيط من هنا، والبادي بتاعه قط زي ما انتم شايفين بكم، والبنطلون بتاعه هوريكم شكله عامل ازاي. بصوا البنطلون عليه رسمه الارنوب، وهوريكم لما اجي افرده في ايدي هيبقى عامل ازاي، هيبقى عامل كده بالظبط، هيبقى الارنوب ده على الركبه، يعني البيجامه كلها على بعضها، ارفعيها معلش لفوق شويه، هيبقى كلها على بعضها كده، شكلها عامل كده. تمام، دي شكل البيجامه، دي بمية وكم؟ ب125 جنيه. تمام، بصوا يا جماعه الموف برده نفس الكلام، ب125 جنيه من اول 8 سنين لحد 14 سنه، 14 سنه، حلو كده. بصوا يا جماعه البيجامتين دول من اول عمر 6 سنين لحد 12 سنه تمام، ب110، سعرها 110، متبطنه من جوه شتوي تمام، شكلها بيبقى عامل كده على البنوته من اول 6 سنين لحد 14 سنه، اللونين دول لحد 12 سنه، لحد 12 سنه اللونين دول المتوفرين. بلس هوريكم بس البنطلون ده، البنطلون بتاعه برده متبطن تمام، والبنطلون بتاع البيجامه التانيه اهو برده ساده تمام،
ب 110 بس يعني، يا بلاش والله، ده عدوش بيضحي يا جماعه، ده عدوش بيضحي والله العظيم. جميله، تسلم ايدك، ورينا حاجه تانية. بصوا يا جماعه، البيجامتين دول من اول يعني من اول عمر 10 لحد 16 سنه، الالوان المتاحه الجنزاري والروز بتاعهم تمام، وسعرهم 125 جنيه فقط. وعشان الناس تتاكد من الماتيريال، بصوا هي وبري من جوه اهي، انا عن نفسي هاخد منها كمان واحده لان هي عجباني جدا تمام، هاخد منها واحده هديه، سعرها تحفه جدا. هي تعتبر دفايه، هوريكم بس شكل الروز اهي عليها برضو من جوه، وبكابيشون كمان من ورا، وريهم بس الكابيشون. بصوا يا جماعه بكابيشون، مش جايه والله العظيم من تقفلتها، وسعرها 125 جنيه يا بلاش. الناس اللي هتسال الترنجات دي هل منها بناتي وبس، هما كل الترنجات اللي انا عماله اعرضها بناتي بس، مفيش اولادي تمام كده. بصوا يا جماعه، البيجامتين دول المتاح فيهم من اول عمر 6 سنوات لحد 10 سنوات، وسعرها 100 جنيه بس، سعرها 100 جنيه بس. بصوا البنطلون ده خريفي، البيجامه دي خريفي، بصوا البنطلون اهو تمام. انا بس هوطي الاضاءه شويه عشان تشوفوا درجه اللون اهو يا جماعه، درجه اللون اهي، وبجيوب كمان من سنه لحد 10 سنين، ودي نفس القصه برضو بجيوب الجراي ده تمام. وده لون البنطلون مع البيجامه اهو، نجيبه من فوق تمام، ونفس اهو يا جماعه البنطلون مع البيجامه من عمر 6 سنين لحد 10 سنين ب 100 جنيه بس. ودي شكلها على البنوته اللي بصوا، حاول بس اقرب اهو، دي شكلها كده، شكلها بيبقى كده بالظبط تمام. تمام، بصوا بقى، البيجامات دي الالوان دي المتاحه من 10 سنين لحد 16 سنه. سعرها بصوا الاول هوريكم شكلها عامل ازاي الاول تمام. طيب البنطلون بتاعها اهو، هي شتوي طبعا، سعرها 150 جنيه. ده شكل البنطلون ده بجيب زي ما انتم شايفين اهو، والماتيريال بتاعه وبري كده شويه، ده شتوي سعره 150 جنيه. اوريكم البنطلون التاني. بصوا البنطلون اهو يا جماعه، من 10 سنين لحد 16 سنه ب 150 جنيه، والجيوب وشكل ده الالوان المتاحه اللي هو اللون الفوشيا والازرق ده تمام كده، تسلم ايديكي. الاثنين من 4 ل 12 المقاسات تمام. بصوا يا جماعه، البيجامتين دول من 4 سنين لحد 12 سنه، دي شكلها بيبقى عامل كده، سعرها 100 جنيه بس. ده بيبقى هنا من جيب، وهنا فيها كابيشون من ورا، سعرها 100 جنيه بس صح كده. وده شكل البنطلون بتاعها، وطبعا في وبر من جوه، وده نفس القصه، في وبر من جوه، ده شكل البنطلون بتاعها وسعرها برده 100 جنيه. لا 120، ده 120 110 تمام، من 4 سنين لحد 12 تمام كده. ماشي، تسلم ايديك. البيجامتين دول من سنتين لحد 8 سنين سعرها 100 جنيه، متوفر منها لون الرمادي ده والجنزاري اللي هو زي على البنوته المانيكان ده بالظبط تمام. انا هحاول بس اقرب شويه اهي، شكل الجنزاري اهو بالظبط، وسعره 100 جنيه. والبنطلون بتاعه برده جراي اهو، ده شكل البنطلون بيبقى عامل كده تمام، ومبطن من جوه برده، ده شكل البنوته زي ما احنا يعني بنصور كده على المانيكان، ده شكلها على الطبيعه. اللون الموف ده فيه لون تاني اللي هو زي اللي على البنوته صح تمام، والبنطلون بتاعها برده موف مش كده، عشان بس البنطلون مش عارفه ده برده مبطن. ده برضو شكل البنطلون بتاعها عامل كده، البيجامه تمام، عشان خاطر الناس تبقى شايفه شكل البيجامه عامل ازاي وهي كامله. طب من جوه ميلتون، ومن جوه ميلتون برضو 100 جنيه صح. هنعيد تاني العمر من كام لكام، من سنتين لحد 8 سنين ب 100 جنيه صح كده تمام. تسلم ايدك، اتفضلي. البيجامه دي من سنة لحد 4 سنين، البيجامة دي من سنة زي ما انتم شايفين لحد 4 سنين ب 60 جنيه تمام، سعرها 60 جنيه بكابيشون ومبطنة، والبنطلون برضو مبطن بتاعها. أما البيجامة التانية من أول عمر كام لو سمحتي؟ من سنتين لحد 8 سنين، سعرها كام؟ سعرها 100 جنيه، مبطنة من جوه ماشي، وشكل البنطلون بتاعها منقط زي كده تمام، والبوره بتاعتها باينه جدا. هي دي الالوان المتاحه، مفيش الوان تاني صح. تسلم ايديك، شكرا. ده شكل كل
السيل اللي معمولة على البيجامات الأطفالي البناتي بس، تمام، من أول 60 جنيه تمام لحد 150 جنيه من أول عمر سنة لحد 16 سنة، من أول عمر سنة لحد 16 سنة، عشان الناس بس تبقى عارفة ومتأكدة من الأسعار. والماتيريال طبعا لا غنى عنها ومعروفة جدا وما شاء الله تبارك الله الحاجة زي الفل. السيل متوفر إن شاء الله لحد نفاس الكمية لحد شهر 3، عشان بس الناس اللي عايزة تتأكد من المعلومة، لحد شهر 3 لحد نفاس الكمية. ولما تروحوا تقول لهم اللي انتم طرف قناة فيها حاجة حلوة مع نور، وإن شاء الله بإذن الله الفيديو يعجبكم بإذن الله وتلحقوا السيل اللي موجود عندهم. وكل سنة وانتم طيبين.